المهدية بالشراكة مع المعهد الدولي للمناظرات أولى حلقات نقاش حديث لقهاوي أو كافي تولك حول موضوع علاقة التلميذ بالوسط المدرسي لتحديد مدى تأثير الوسط على سلوكياتها داخل وخارج الإطار المدرسي بهدف إيجاد حلول عملية لهذا المشكل. حسين السبع المسؤول الإعلامي عن تظاهرة حديث لقهاوي أو كافي تولك بالمهدية يتحدث. تظاهر عملناها تحت رعاية المعهد الدولي للمناظرات. دونك الموضوع نتاع اليوم اللي اخترناه هو العنف في المدارس. الموضوع اللي تو قاعدين نحكيو عليه جماعة ديجا أنكور الحديث في المعنى التظاهر نتاعنا تو أنكور اللي نعملوا فيها في لانجار مهدية. دونك الموضوع نتاعنا اليوم كما قلت لك هو علاقة التلميذ بالمحيط المدرسي. قاعدين نحكيو على شنو هما المشاكل وشنو هما الظواهر اللي خلتنا نوصلوا للحالة هذيا، وقاعدين زادا لاهين تو نحاولوا نخرجوا بحلول اللي نجموا تبقاها على أرض الواقع. عنا باش نفيزيو الشباب والتلامذة اللي لاهين يقراو، خاطر هما أكثر عباد لاهين يحسوا بالمشكلة هذيا. دونك احنا لاهين نخدموا معاهم باش نشوفوا شنو هما المشاكل اللي عندهم ونحاولوا نلوجوا لهم على حلول، كلكو سوا في المدارس وإلا في الكوليج وإلا في الليسي وإلا زادا اللي يقراو ولا ديزيتيون في الفاكولتي. الناس الكل كان ينجموا يحضروا معنا يحكيوا على المشاكل نتاعهم، حتى البروفيسور زاد النجم ويكونوا حاضرين معنا باش يعطيو زاد يكونوا هما طرف في الحلول هذه اللي باش نطبقها. وزاد راهو عندنا مش كان موضوع معناها مش كان مره بس نعملها، باش نعملها 6 مرات على مواضيع مختلفه. اليوم حكينا على كما قلت على علاقه التلميذ بالمحيط المدرسي، وفي المرات الجايين باش نحكيوا على مواضيع اخرين. ان شاء الله تابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي لانجار مهديه، تابعونا باش تلقاو لي زيكتواليتي كوليكي.